يقول: نحن طائفة من الطوائف الإسلامية الموجودة على الساحة، أتينا إلى الحرم بنية العمرة في رجب، وكذلك إحياء ليلة الإسراء والمعراج، ولم نجد الناس هنا في الحرم يحيون هذه الليلة، فبماذا تنصحوننا؟ الحمد لله، عافاكم الله من شر. المسلمون وأهل السنة ما يقيمون البدع لا في المسجد الحرام ولا في غيره، فعليكم بترك هذه البدعة في أي مكان، في بلدكم أو هنا، اتركوا هذه البدعة. الإسراء والمعراج ليس له احتفال وليس له صلاة وعبادة مختصة به. نعم.